اليوم انطلاق حملة الوطنية متاعنا اللي سميناها الحملة الوطنية ضد كارتل البنوك اللي باش تدوم على 6 شهور. منظمة أليرت المنظمة اللي خدت على عاتقها كسر المنظومة الرعاية باش نتطرقوا للمنظومة المالية للمنظومة البنكية. شفنا اللي بعد سنتين من العمل من البحث على المجالات الاقتصادية ولات عنا المعلومات الكافية والنضج الكافي باش نحلوا ملف كبير، أكبر ملف في البلاد، ملف المنظومة البنكية. دونك في 6 شهور الجايين باش نحاولوا ننظموا بطريقة دورية لقاءات كيما هكايا باش نقدموا فيهم النتائج نتاع الابحاث نتاعنا والنتائج نتاع التحاليل نتاعنا. بطبيعه الحال باش نحاولوا زادا نمشيو للكليات، نمشيو للجهات، نمشيو للعباد ونفسروا لهم بسطوا لهم التحاليل اللي عملناها والارقام اللي لقيناها كيفاش تمسهم في حياتهم اليوميه، كيفاش تمسهم في مكتوبهم، كيفاش نجم تاثر على مقدرتهم الشرائيه، كيفاش نجم تاثر على الامل اللي نجم يكون عندهم في الولوج الى ميادين اقتصاديه والمبادره. هذا باش يكون هدف نتاعنا. بطبيعه كما شفتوا اليوم كان عندنا هالملتقى هذا اللي جاوا فيه برشا عباد، فسرنا فيه علاقة الكارتيل البنكي بالتدين العمومي، ورينا كيفاش البنوك هي مبنية على منظومة تنتعش وقت الأزمات، فسرنا علاش البنوك تربح وقت الأزمات، كيفاش قاعدة تربح في فلوس باردة من التدين الداخلي، شنو هما الحصص لكوتا متاع كل بنكة. وإن شاء الله الخدمة هذية باش نحاول نطوروها في ديجيتال ماو بطرق اللي توصل للعبيد الكل، فسروها بالدرجة، فسروها بطريقة بيداغوجية باش نجمو الناس الكل يفهموا وكل مرة نحلو موضوع جديد. احنا في أليرت نخدمو على المنظومة الاقتصادية في تونس ونحاول نشوفوا المرشيات كيفاش متكونة وشنو هما الخلل والبلج اللي موجود في المرشيات. نحاولوا نعالجوا القضايا الاقتصادية ونحاولوا نفهموا كيفاش المنظومة تخدم. مثلا خدمنا على منظومة الأعلاف، خدمنا على لكي تشارج متاع كارين السيارات، متاع النقل لحساب الغير، وبرشا منظومة أخرين اللي هما قاعدين يعطلوا في الاقتصاد، قاعدين يبلوكيوا في الانيساتيف بريفي ويبلوكيوا في الاقتصاد. واليوم قررنا باش نعملوا الحملة متاعنا على البنوك، والحملة متاع البنوك هي أهم حاجة باش يكون فيها انه باش نحكيوا على المشاكل نتاع البنوك، باش نحاولوا نفسروهم، نطرحوا القضيه في الراي العام، واهم حاجه اللي هو باش نحاولوا نلموا اشكاليات نتاع الناس المتضرره ونحاولوا نلموا التشكيات نتاعهم ونوصلوهم للقضاء. الهدف نتاع أليرت هو انه نهار نوصلوا نطيحوا الاقتصاد الراعي ونحاولوا انه يكون عندنا منظومه اقتصاديه فيها حريه الانيشيتيف، نجموا اي واحد نجم يشارك في الاقتصاد، ونحيوا تركيز الثوره ونتعديوا من اقتصاد تركيز الثوره الى اقتصاد انه اي واحد نجم يشارك في خلق الثروه ويساهم في تدوير العجلة الاقتصاد. نحن حضورنا هنا في مع أليرت كمساندين لأليرت، تعرف الخدمات البنكيه وتبعاتها ومدى الغبن اللي نلقاوه في الخدمات البنكيه. هنا نحن نذكروا كون قمنا بعديد من الحملات، منها التعريف بالخدمات البنكيه مجانيه، منها تطبيق القانون في الشطط اللي نلقاوه في القروض البنكيه الى محكمه المحاسبات احصات 37,000 قرض. هذا الكل يلزمنا كمنظمات وكجمعيات والناس الكل يلزمنا نقفوا ضد هالغبن وهالشطط اللي نلقاوها في الخدمات البنكيه وفي القروض. وهنا كل المسانده لأليرت المجهود تاعهم فيها، وهذا الشباب اللي باش ياخذ المشعل على الكبار اللي باش يلقاو. ما عادش المستهلك الحلقه الاضعف، راه المستهلك باش يولي الحلقه الاقوى، هو اللي باش يحدد السياسات نتاع التجاره نتاع الاقتصاد بصفه عامه.